السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. أسأل الله أن تكون بخير. وأنت. ما صحة مولانا الحديث من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم يتخذ صاحبة ولم يكن له كفوا أحد كتبت له 40,000 حسنة. سنده ضعيف. ضعيف؟ نعم.